الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كثيرا من الناس اليوم يلجؤون إذا وقعوا في الضيق إلى المعاصي ويتركون طاعة الله تعالى، وبعض الناس يشتغلون بالسحر للتوصل لغايات يريدونها، وهذا خلاف قوة التوكل على الله تبارك وتعالى التي أمرنا بها. وقد كثر في هذا الزمان هذا الأمر جدا، والفضل لله تبارك وتعالى أنه يوجد في شرعنا الحنيف ما نتحصن به لدفع أذى السحر والحسد وغير ذلك. كان رجل من التابعين يقال له كعب الأحبار، كان في الأول من اليهود، ثم أسلم فحسن إسلامه وصار عالما تقيا. هذا الرجل قال: لولا كلمات كنت أقولهن لجعلتني يهود حمارا. هذه الكلمات أيها الأحبة ينبغي أن تقال في الصباح والمساء، من قالها بنية صحيحة وقراءة صحيحة لا يضره بإذن الله أي سحر يعمل له، فاحفظوها، وهي: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. واعلموا أن الوجه إذا أطلق على الله لا يراد به الجارحة، لأن الجوارح مخلوقة، بل قد يطلق على معنى الذات، أي أن ذات الله أعظم من كل عظيم. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء يقال 7 مرات، من قرأه صباحا ومساء قراءة صحيحة بنية صحيحة كفاه الله ما يهمه من أمر الدنيا والآخرة. فحافظوا أيضا على هذا الدعاء في الصباح والمساء، وهو: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. وورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء من قاله صباحا ومساء 3 مرات لم يصبه في ذلك اليوم فجاءة بلاء، وهو: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وثبت أيها الأحبة أيضا في الحديث أن من قرأ آية الكرسي صباحا ومساء حفظ من أذى الشياطين، فلا تفوتوا على أنفسكم هذه الفوائد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. اللهم فقهنا في ديننا، واحفظنا وأهلينا وأحبتنا من الحسد والسحر والزلل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.